واضح كده ان في حاجه غريبه بتحصل حاليا، حاجه ممكن يكون ملهاش تفسير حتى عند منظمه الصحه العالميه. ما تستغربوش من كلامي، لان اللي حصل الاسبوع ده بيقول كده، وده لما خرجت منظمه الصحه العالميه ببيان بتقول فيه ان في فيروس غامض واسمه فيروس اكس. الفيروس ده محدش يعرف هيجي امتى ولا طبيعته ايه بالظبط، ولكن المعلومه الوحيده المتاحه عنه انه فيروس هيكون فتاك اكتر ب 100 مره تقريبا من فيروس كورونا. وده طبعا اللي عمل حالة كبيرة جدا من القلق على السوشيال ميديا. طيب بما ان الموضوع غامض ومحتاج تفسير، هيكون معانا دلوقتي مداخلة من الدكتور وائل صفوت عبد المجيد، استشاري الباطنة العامة والتوعية الصحية بجامعة عين شمس. اهلا بيك يا دكتور. مساء الخير، مبسوط ان انا معاكم جدا، وان شاء الله نحذر الناس ونطمنهم ان شاء الله. باذن الله. في البداية عايزين نفهم من حضرتك ايه هو حكاية فيروس اكس؟ طبعا انا مبسوط ان انا موجود معاك يا استاذه ريهام، وان شاء الله نطمن الناس ونحذرهم. فيروس اكس او سندروم اكس او ديزيز اكس هو حاجه تخيليه عملتها منظمه الصحه العالميه، والمفاجاه انها اعلنت عنها واطلقتها وفكرت فيها في 2018، يعني قبل عام من حدوث كوفيد 19 اللي هو في 2019 الكورونا. اخر 2019، وهي فكرت فيها واطلقتها، بس ما كانش لسه حطت الخطه لمواجهه هذا الديزيز الغامض. هي على فكره مش فيروس، هو ميكروب، مش عارفين او يعني متخيلين ممكن يكون زي الفيروسات المدممه اللي هي ايبولا وامثالها، او ممكن يكون بكتيريا قويه بتقاوم الامراض والمضادات الحيويه، او طبعا فيروس جهاز تنفسي. وبالصدفه حصل فعلا فيروس جهاز تنفسي اللي هو كورونا. تخيل المنظمه في 2018 كان غرضه ان هو ننسق الجهود، يبقى عندنا خطه لمواجهه فيروس ينتشر ويعمل وباء في العالم كله. وطلع بقى من زي ما حضرتك قلت كده من اسبوع او شهر ابتدى الكلام عليه مره اخرى، علشان برضو العالم والدول تنسق وتاخد خطوات لو حصل حاجه تشبه كوفيد 19. طيب دكتور، هل حضرتك شايف ان البيان الصادر عن منظمه الصحه العالميه منطقي؟ هو طبعا منطقي، لان احنا دخلنا في حاجات كثيره، منها الجلوبال وورمنج اللي هو الاحتباس الحراري، منها نقص المناعه والزحمه والتلوث، كل ده طبعا هيؤدي الى نقص مناعه الاشخاص، بالاضافه للعدد الكبير والازدحام وابتعاد الناس عن النظافه الشخصيه، وابتعاد الناس طبعا برضو كذلك عن التطعيمات. في ناس كثيره عندها تخوفات من التطعيمات بصفه عامه، تطعيم الانفلونزا، طبعا تطعيم الحصبه، الحاجات دي كلها. فلازم المنظمه كانت تعيد هذا الموضوع، ليس لوجود مؤامره ما او تحضير لفعلا لفيروس هيحصل في 2025 زي ما بعض الناس متخوفه، انما عشان يبقى في تنسيق للجهود، ما يحصلش الموقف ما تبقاش الدنيا زي ما حصل مع كوفيد 19، في تأخر في المعلومات من دولة زي الصين أدت للانتشار، توقف للتجارة حول العالم، توقف للسفر، حاجات كتيرة حصلت، لأن الشعب العالم أقصد والشعوب كلها اتخضت وحصل بانيك في طبعا. العالم كله أدى لتوقف الحياة 3 شهور تقريبا. طب دكتور، يعني ايه فيروس غامض ومش عارفين هيجي امتى؟ يعني حاجة بالنسبة لنا صعبة جدا، وبعدين لما بيجوا يقولوا ان هو فيروس فتاك 100 مرة اكتر من الكورونا. طب احنا الميكروب زي ما حضرتك قلت، انا معلش لسه بقول فيروس، الميكروب او زي ما كنا بنقول قبل فيروس، احنا ازاي عرفنا ان هو فتاك لو هو لسه ما حصلش؟ تمام، هو خلينا نقول هو ديزيز اكس، يعني مرض اكس، مرض ده بيحدث بسبب ميكروب، فاكس ده المفروض ان هو ديزيز، مرض. ليه بيقولوا ان هو اقوى 100 مره وليه مش عارفين هو ايه مصدره؟ لان هو تخيلي، حد لحياتك مثل كده، لو في تدريب على اطفاء الحرائق بيحاولوا ان هم يولعوا حرائق في بعض الاماكن ويشوفوا الناس هتعرف تطفيها ولا لا، تدريب مثلا الانعاش القلب الرئوي، ما فيش حد بيموت قدامي على او متوقع ان هو يموت، بس بجيب حاجه تشبهه وابتدي اعمل لها التمرين والتنفس الصناعي وهكذا. فهو المنظمه بتحط ده تخيليا وبتقول ان هو 100 مره فتاك عن الكورونا او كوفيد 19،
تخيليا برضو وليس حقيقة. ليه 100 مرة وليه الخضة وليه القلق؟ علشان الناس تاخد خطوات، الناس الأشخاص والأنظمة الصحية والحكومات تاخد خطوات. لو حصل الوباء وانتشر في العالم زي كورونا، أكثر من كورونا 5 مرات، أكثر من كورونا 10,000 مرة، يبقى عندنا تصور. أولا في الرصد، يبقى في شفافية في الرصد، يبقى في استعداد لتبادل المعلومات عن الجين الفلاني السلالة الفلانية، يبقى في استعداد، يبقى في تطعيمات. لو حضرتك تتذكري كوفيد 19 التطعيمات ما بدأتش إلا مظبوط، 2022، يعني بعد بعد تقريبا ما الكورونا اوريدي ظهرت طبعا. بالظبط بالظبط، يعني كان 2020 2021 نهايته، بداية قصدي 2021 كان في التطعيمات والمنشطة والتنشيطي، وابتدى كل سلالة نغير لها. فوقت كبير قوي ان الناس تاخد تطعيم متأخر. بالتأكيد 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 ان في قلق او في تخوف عند ناس كتيرة ان ده يبقى مؤامرة او يعني تحضير او سيناريو هيحصل فعلا. بس مراكز الابحاث ومنها جون هوبكنز ووزاره الصحه او النظام الصحي في انجلترا عملوا تحضيرات وعملوا افكار وعملوا خطط وخطط بديله مع المنظمه، والموضوع بعيد ان هو يبقى مؤامره او مخطط له، ده افتراضي علشان خاطر الناس تاخد بالها والحكومات تتنسق مع بعضها والمراكز البحثيه ايضا. طيب دكتور، في بعض الصحف العالمية بتقول إنه هيكون ده نوع من متحورات كورونا، هل ده سليم ولا لا؟ فعلا طبعا احد الامراض اللي احنا قلقانين منها يعني ضربت العالم في 2002 و2003 اللي هي سارس كوف 1، وبعدين عادت وانتشرت تاني في 2012 2013 كان اسمه ميرس، وطبعا كان من الابل او يعني من الجمال بالتحديد. وبعدين طبعا حصل بقى سارس كوف 2، سارس ده هو اسم الفيروس وكوف 2 اللي هو الطفرة. ففي خوف ان هو يبقى في طفرة، حتى الآن هي سلالات، يعني بمعنى ان هو واحد شكله صيني بس لابس مرة كاسكتة وبيشيل الكاسكتة وبيلبس طربوش وبعد كده بيغير الطربوش ويلبس جاكيت، يعني بيغير في نفسه بس هو في النهاية هو نفس الشخص. فالجهاز المناعي بيبقى عارفه، انما لو تحور بمعنى ان هو بقى شخص تاني خالص، فاكره فيلم فيس اوف مثلا، غير وشه وبقى وش تاني خالص، فكده معناها ان القصه داخله في نوع جديد من الفيروسات، نوع جديد من المشاكل. كوفيد 19 كان مشكلته الاساسيه العاصفه المناعيه الرهيبه وانتشاره السريع جدا. ف السلالات حتى بتاعته بعضها ضعيف وبعضها سهل وبعضها بيتم التعامل، وهو منتشر دلوقتي الان جي 1 من الحاجات اللي هي سلالات اومايكرون او احد السلالات، وخفيف اعراضه قوية بس يشبه دلوقتي الانفلونزا. طيب هو المفروض احنا نعمل ايه دلوقتي يا دكتور؟ يعني احنا مش عارفين ولا فاهمين حاجة، يعني ناخد حذرنا ازاي اساسا من الفيروس ده او الميكروب ده؟ انا يعني عشان هل كده قلت الاحتياطات الطبيعية اللي بناخد بالنا منها واحنا مع اي فيروس حتى لو برد تنفع ولا لا؟ هتنفع ان شاء الله. عشان كده انا في اول كلامي كنت بقول لحضرتك هنطمن الناس ونحذرهم، يعني نبقى ماشيين عادي بس ناخد بالنا من موضوع الزحمه، ويبقى في تباعد بسيط مجتمعي. لما يبقى شخص عنده برد لازم يلبس الماسك ويهتم طبعا بان هو النظافه الشخصيه، لو حد قدامه برضه عارف ان هو عنده برد يلبس الماسك برضه علشان خاطر الانتقال، عشان انفلونزا، عشان اي مرض حتى. وعلى فكره الانفلونزا بتصيب بمشاكل كثيره، طبعا الناس اللي بتدخن او حد بيدخن في مكان مقفول يا ريت يا ريت يبطل تدخين خالص هذا الشخص، ولو حد مصاحب ليه او جنبيه يا ريت يبطل التدخين، عشان التدخين من الحاجات اللي بتقلل مناعة الجهاز التنفسي بالذات. الناس الكبار السن وصغار السن لازم ياخدوا بالهم قوي ويبقوا حريصين قوي في الازدحام والأماكن المزدحمة، التهوية مهمة جدا، تنظيف الأسطح مهم جدا، لازم كلنا نسعى لنظافة الجو. يبقى في نوع زي زمان كده كانت أمهاتنا بيجيبوا بخاخة كده فيها مية وبيرشوها عشان العوالق اللي مظبوط، جوه البيت تنزل على الأرض، ونمسح وننظف. طبعا النظافة الشخصية اللي كانت على الكشكول بتاعنا بتاع زمان بتاع المدرسة لازم نعيد ونستخدمها، نظافة ايدينا، الصابون، الحاجات البسيطة دي والله هتفرق كثيرا جدا. بالتأكيد هنقول بقى الأكل الصحي والابتعاد عن الضغوط والنوم الجيد،
دي دائما وابدا هي خاصه بالصحه، ان احنا عايزين نبقى صحتنا كويسه بصفه عامه. طيب في سؤال تاني بعيد عن فيروس اكس، سمعنا خلال الفترة اللي فاتت عن فيروس زومبي الغزلان او دير زومبي فيروس واحتمالية انتقاله للبشر، ايه رأي حضرتك في الكلام ده؟ ممكن يحصل ولا لا؟ هو في تخوف من انتقاله للبشر، وفي حالات اتسجلت او يعني فيها شك انها انتقلت لحاله او اتنين، بس ان هي تنتقل من شخص الى شخص اخر دي اللي لسه ما حصلتش. يعني الفيروس كان بيتنقل من غزاله الى غزاله تانية بس، وانتقل في حاله او اتنين من الغزاله الى البني ادم، وده كان طبعا الخطوره شويه، بس لم تسجل حالات ل بني ادمين تانيين، مفيش واحد عدا شخص اخر، وده الاهم. وهنا بيحصل الوباء، ان واحد يعدي اثنين واثنين يعدوا 10 و10 يعدوا 20 وهكذا، ده ما حصلش. هو استمى طبعا زومبي عشان فعلا بيسبب تشوه في وجه الغزاله وفي وجه الاصابه يعني نفسها، الى درجه فعلا بتبقى العين نفسها غريبه، العظم نفسه بيتاكل، لان هو كان من الفيروسات او ما زال هو حتى من الفيروسات المدممه، او اللي هي بتسبب نزف داخل الجسم وفي انحاء الجسم المختلفه. بس هو اسمه زومبي، ده برضو طبعا يخوف. مرعب ودائما بقى مرعب يا مع دكتور. ان احنا اتفرجنا على افلام كتيره فيها زومبيز وبيجروا ورا البني ادمين، فدائما بقى المخيله والتخيل مع اللي بيحصل، والاسم نفسه اكيد مرعب يعني. بس ان شاء الله ربنا يعدينا من كل هذه آمين يا رب، الفيروسات ربنا يستر علينا والزومبيهات جميعا على خير يعني. بإذن الله. ربنا يخليك. دكتور وائل صفوت عبد المجيد، استشاري الباطنة العامة والتوعية الصحية بجامعة عين شمس، بشكر حضرتك جدا على المداخلة.